مشهور نعم فرن فرن باب النصر. ضلينا نازحين بعد 6 سنين رجعنا الحمد لله. اي لقينا الفرن كيفنا انا ربيان هون يعني عايشين بالفرن. احنا بجينا الغراض البرادات الغراض اللي المنزليه كلها بالاراضي، الاسلحه هذول قذائف كلها بالاراضي ما بتحسن تمشي طاول. جينا جهزنا الشغل انا واخوي ياسين، جبنا مولده، جهزنا العربانات، جهزنا الشغل، كان خراب بالفرن، عدم طاول. زباين بيجوا كلهم على الفيس، بيجوا كمية منيحة. بشتغل بريوش، كعك سخانة، بيتي فور، راس بعجوة، كعك عيد، متبلة، نحن مشهورين بكعك العيد. مم واحد يرجع على بلده. شلون شفت شغلنا؟ والله شغلكم ذهب جدا جدا كويس، يعني بحياتي ما دقت هيك كعك الا عندكم.